يعد سامر عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق والمدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2006 واحدا من المواهب المميزة التي تسببت الإصابات في غيابه عن الملاعب مبكرة ومنعته من استمرار مشواره مع الساحرة المستديرة. ولد سامر عبد الرحمن بحي المعادي الهادئ في محافظة القاهرة عام 1974، وقبل أن يكمل عامه 13 انتقل للأهلي من قطاع الناشئين بالمعادي بعد أن اختاره رمضان السيد خلال مباراة بين الفريقين ليبدأ رحلة تألقه مع جيل جيد في القلعة الحمراء ضم أحمد سامي وهشام حنفي ومصطفى كمال وغيرهم. لم تكن الإصابة رحيمة به لينتقل إلى الشرقية للدخان مع مدربه الذي جاء به للأهلي وهو رمضان السيد، وخاض اختبارا قاسيا بعد إصابته بالرباط الصليبي تسببت في ابتعاده كثيرا عن الملاعب، حتى بعد أن عاد لممارسة الكرة انتقل لغزل محلة مع مدربه السابق عادل طعيمة ثم تجربة لمدة عام في الدوري الأمريكي، وعاد للعب في عدد من الأندية المحلية من بينها الألومنيوم قبل أن يعود من جديد للولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتزل هناك وبدأ مسيرته التدريبية التي استمرت قرابة الخمس سنوات. عاد من بلاد العم سام ليبدأ رحلة التدريب في عدد من الفرق العربية سواء للناشئين أو للكبار خاصة بالمملكة العربية السعودية، فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض، وعاد الطائر المغرد مع بداية الموسم الحالي لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي. سامر عبد الرحمن يحكي عن تجربته ورؤيته للناشئين في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهاردة زي ما احنا شفنا في التقرير من شوية يعني واحد من أبناء الأهلي اللي تربوا في النادي الأهلي. مش شرط علشان تكون مدرب كبير ان يكون ليك تاريخ كبير في اللعب، لا، تدريب حاجة واللعب حاجة تانية. ضيف النهاردة من النوعية من المدربين الكبار، انا يعني شفته عن قرب ما شاء الله، عنده خبرات كبيرة وليه تجارب كبيرة ومحقق نجاحات كبيرة. برحب بضيف وضيفكم كابتن سامر عبد الرحمن، منورنا يا كابتن سامر. اهلا بيك كابتن اسامه، وسعيد بتواجدي معاك. ان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه للمتفرجين ان شاء الله باذن الله. اولا مبروك عودتك لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مكسب كبير، صاحب خبرات كبيره. لما كنت موجود قبل كده في قطاع الناشئين ما شاء الله كان ليك بصمه كبيره، وهنتكلم بعد كده عن تجاربك كلها ان شاء الله كابتن اسامه. وطبعا سعيد جدا بعودتي للنادي الاهلي. كانت مكالمه كابتن خالد والكابتن عماد انور ليا وان هم يسالوني على امكانيه العوده، طبعا بسطت جدا جدا جدا، خصوصا ان هي بتيجي نتاج تقدير شغلك اللي كان قبل كده في النادي، فطبعا دي حاجه ساعدتني جدا، وما كانش عندي اي تفكير خالص ان انا افكر في الموضوع، لان طبعا ده بيتنا كلنا ووجودنا في النادي الاهلي بيرفع من شاننا كلنا. يعني الجيل بتاعك في النادي الاهلي كان مين؟ الجيل بتاعي هشام حنفي، تامر بجاتو، احمد سامي، هاني العقبي، مصطفى كمال. ايام بقى الكوره ما كانت مواهب، في مواهب كتيره، وكان يعني كان المدرج في مختار التتش، طبعا احنا ما كانش لسه في فرع. دخلت النادي الاهلي سنه كام يا كابتن سامي؟ يعني 86 87 كان كل التدريب وقتها كان لسه مدينه نصر، ما كانش في مدينه نصر، كان في الجزيره ملعب مختار التتش وملعب تراب. ايوه ملعب ترابي ده كنا بنتمرن، ملعب الفرعي كنا بنتمرن عليه، والملعب ده طبعا شهد كل المواهب طلعت من الملعب ده. يعني الملعب ده خلي بالك ملعب رغم انه كان ملعب ترابي، لكن كل المواهب خرجت من الملعب ده، وكانت طبعا فرصه انك بتشوف قدامك الفريق الاول على طول التمرين، ويعني بتشوف ان انت بتبقى نفسك تطلع تتمرن مع الفريق الاول، واحتكاكك طبعا على طول ان التمارين قدامك، فطبعا كان الطموح كان بيبقى عالي جدا ان انت كان نفسك في يوم من الايام تكون موجود مع الكوكبه دي يعني من النجوم. فطبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم حاجه كويسه من خلال فريق 2006 ان شاء الله تساعد يكونوا نواه الفريق الاول باذن الله. ان شاء الله. وانت ده طبعا ودود بدايتك مع النادي الاهلي، اللي اختارك كان الكابتن رمضان السيد. انا طبعا من المعادي. شافك ازاي بقى واختارك ازاي؟ بنلعب على طول يعني، بدات مشواري مع كوره في النادي المعادي. فكان في طبعا زمان انت عارف الكشافين، فكان في كشاف اسمه الشيخ صلاح اتكلم عني في الاهلي، وكان اتعملت مباراه وديه مخصوص عشان يشوفوني يعني بين الاهلي والمعادي. بين الاهلي والمعادي
دي، فكان كابتن رمضان السعيد طبعا، كابتن رمضان السعيد من المدربين الكبار جدا طبعًا. جدا اللي انا بعد الاهلي حتى يعني بعد ما مشيت من الاهلي انا يعني رحت معاه حوالي ناديين ثلاثه، الشرقيه للدخان والالومنيوم، وليا معاه موقف طريف جدا طبعا. كابتن رمضان طبعا كابتن رمضان من الشخصيات اللي غير انه مدرب كبير طبعا، هو دمه خفيف جدا يعني كابتن رمضان، اصاباتي كلها معايا. فافتكر ان مره طبعا اول حاجه اللي هي في الاهلي خالص اول اصابه اللي كانت كسر مضاعف في انكل رجلي، اول ما رحت على طول في السنه الاولى ليا في النادي الاهلي يعني قعدت فيها مثلا ثلاث شهور. بعد كده الرباط الصليبي الاولاني بعد ما مشيت من الاهلي مع الكابتن رمضان السيف في الشرقيه للدخان، ده قعدت فيه سنه. وافتكر ان انا بعد كده رحت معاه الالومنيوم جالي وتر اكيلس. ده المفروض بقى يعني يقول لك ابعد عني. فافتكر مره كنت بتعالى في المركز الاولمبي وخارج، طبعا هو ساكن في المعادي برضو الكابتن رمضان، وخارج من المركز الاولمبي ومعدي ماسك جزمه كوره في ايدي كده، وعربيتي كانت الناحيه الثانيه، وكابتن رمضان السيد جاي بسرعه بعربيته، فكان هيخبطني، قلت له انت كمان هتخبطني. كمان هتخبطني وانا ماشي على رجلي. فكان موقف كابتن رمضان طبعا يعني من الناس الشخصيات الجميله جدا 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 اللي قضيت معاه فتره طويله جدا يعني. وانت في قطاع الناشئين بنادي الاهلي اكيد اتعلمت فيه حاجات وانت زمان، بتحاول تنقلها دلوقتي وانت متولي بقى كمدير فني للفريق 2006، خاصه كمان عندك ما شاء الله مسؤوليه كبيره. 2006 ده من اللعيبه في لعيبه مميزه ولعيبه مبشره ممكن ان شاء الله نشوفها بعد كده مع النادي الاهلي. ايه الابرز اللي اتعلمه كابتن سامر وهو صغير في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وبيحاول دلوقتي ينقله للولاد دلوقتي في الفريق؟ مبادئ طبعا اتعلمها من اول ما بتدخل النادي الاهلي. الروح الجماعيه، الفوز، حب الفوز واللعب على الفوز بصفه دائمه، اللعب على البطولات، ان انت طبعا بتتعلم الاخلاق قبل كل شيء. كبرنا ونشأنا في النادي الاهلي، وانا اللي بيسعدني ان انا بشوف دلوقتي ده امتداد الاجيال، انت بتكمل المشوار اللي انت وانت صغير بتحاول توصل بقى الحاجات اللي انت اتعلمتها وانت صغير للاعبين والاجيال اللي موجوده دلوقتي. طبعا في اختلاف دلوقتي طبعا السوشيال ميديا، وان زمان يعني انت كان المدرج كان بيبقى مليان في مختار التتش كله بيبقى بيجي لك مخصوص يتفرجوا عليك طبعا قبل المباريات كمان طبعا على طول، حتى تمريناتنا فعلا كان بيبقى المدرج مليان. طبعا بتفرق جدا دلوقتي ان عدم وجود جماهير، لكن طبعا موهب قل دلوقتي عن زمان جدا، لكن طرق اللعب الحديثه بقى بتعوض انت بطرق اللعب الحديثه والتكتيك والشغل في سرعه وقوه. طبعا زمان كانت المهاره هي اللي بتبقى غالبه. فان شاء الله ان في عناصر مبشره جدا في فريق 2006، يعني انا بقى لي 3 اسابيع دلوقتي شغالين اقدر اشوف ان في عناصر كويسه. لعيبه المنتخب عندي 6 في المنتخب لسه ما انضموش، لا انضموا الاسبوع ده. فانا رحت شفتهم في مباراه مع كان في المفروض مباراه مع السعوديه واتلغت، لكن هم لعبوا بدل المباراه لعبوا مع بعض تقسيمه، بس تقسيمه بحكام وتقسيمه شبه المباراه، فشفتهم في خلال المباراه دي قلت برضه اخد فكره، رحت خدت فكره عنهم، هم لعيبه مميزه. في زمايلهم برده موجودين يستحقوا برده الانضمام يعني للمنتخب، هو مجموعه كويسه جدا من اللعيبه موجودين اللي اشتغلوا عليهم المدربين زمايلنا السنين اللي فاتت، خرجونا مجموعه كويسه يعني من اللعيبه. واحنا طبعا بنتمنى لك التوفيق يعني في المهمه دي، ودايما انت معودنا على نجاحات كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز برده احنا لسه هنتكلم عن 2006 دلوقتي باستفاضه واخر الاستعدادات للموسم الجديد، وشايف شكل المسابقه ازاي والصعوبات وكل الكلام ده كله. بطلت بدري عشان الاصابه، بعد كده سافرت امريكا، كانت بدايتك في التدريب بقى كانت في مصر هنا ولا لما سافرت امريكا بدات هناك تدرس بقى التدريب وتتولى فرقه هناك كابتن سامر؟ لا هو انا عملت يعني حوالي 3 عمليات رباط صليبي غير الغضاريف والحاجات الصغيره الثانيه، فدي طبعا اثرت عليا جدا جدا. كنت حابب جدا فكره ان انا اكون يعني حابب ان انا أكمل لا كتدريبيا كنت حابب من وانا بلعب في اخر سنتين ثلاثه اللي هي كنت حابب ان انا اكون اسلك السلك يعني التدريب. وانا عندي حاجه ان انا اول ما بطلت رحت امريكا كنت فاكر ان انا 30 سنه ساعتها ولعبت في دوري اسمه اوفر 30 ليج يعني الدوري فوق ال 30. ومن خلال الدوري ده شفت بقى يعني اتعرفت على ناس كتير، ودول كانت بدايه ان هم حطوني على اول الطريق في التدريب هناك. دربت بقى فرق ناشئين وشباب وفريق اول، وكانت ميزه طبعا ان انت بتحتك بثقافات مختلفه ومدارس تدريبيه مختلفه، فطبعا
يعني ساعدتني جدا جدا ان انا اخد خبرات كتيره في الثلاث اربع سنين اللي قعدتهم هناك. وبعدين رجعت بقى بدات اشتغلت في وادي دجله سنتين، ومنها بقى 10 سنين في يعني 10 سنين في السعوديه. طبعا دول فتره السعوديه دي اديتك خبرات كبيره جدا طبعاً جدا. كنت انت فيها المدير الفني، بتمسك فرق في القسم الثاني او الثالث صح كده؟ لا، مسكت في اول حاجه في طبعا هو بدايه ان انا اروح السعوديه طبعا كابتن عبد الله درويش اللي بوجه له تحيه كبيره جدا من خلال قناه الاهلي. كابتن عبد الله وانا بلعب في اخر ثلاث سنين لعبت في اتحاد البحر الاحمر، كان كامل ابو علي عمل فريق اتحاد البحر الاحمر، كابتن عبد الله درويش من بورسعيد هو مدرب مميز جدا، كان هو المدير الفني، كان على طول يقول لي انت هتبقى مدرب كويس. في اخر فيك الموهبه دي. في اخر سنتين معايا كان يجيبني بالليل يوم الماتشات، رغم وجود اسامي كبيره جم لعبوا معانا في ساعتها في الفرقه يعني. وكان يتكلم معايا في التشكيل والطريقه وكان على طول قال لي انت مخك كويس في الكوره وتبقى مدرب كويس. فهو كابتن عبد الله اللي جابني السعوديه. وقال لي عايزك معايا. بس حصل موقف ان انا بعد ما رحت بشهرين ثلاثه والدوري بدا، كابتن عبد الله استقال. ولقيت نفسي في وش بقى يعني تحملت المسؤوليه من بدري. اول شهرين ليا في السعوديه ما كنتش كملت شهرين ثلاثه، ودي طبعا زادتني بقى خبرات. ان الفريق ده كان بيلعب في دوري الدرجه الاولى، ودوري قوي جدا 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 هناك، الدوريات منتظمه وملاعب والدنيا كويسه جدا جدا هناك في النظام والسيستم كل حاجة. فجميع الدوريات بقى، سواء دوري ناشئين، دوري شباب، دوري الدرجة الأولى، تانية، كلها دوريات منتظمة، عارف إمتى البداية وإمتى النهاية من قبل ما الدوري ما يبدأ بشهرين ثلاثة. عزاف عند النقطة دي. أنت لحد دلوقتي، وأنا كنت بكلم في المقدمة بتاعت البرنامج وأنا بتكلم عن نجاحات كرة اليد. النهاردة تخيل إن إحنا عندنا في مسابقات قطاعات الناشئين لحد دلوقتي الأندية والمدربين ما تعرفش إمتى المسابقة تبتدي. هل هتبتدي الشهر الجاي؟ الشهر اللي بعديه؟ شهر 11؟ لسه ولا رؤساء قطاعات الناشئين ولا اللاعبين ولا المدربين يعرفوا. فالنهارده ازاي انت تحط البرنامج بتاعك علشان تقدر تبتدي اول مباراه رسميه؟ فعلشان كده انا وقفت عند النقطه اللي انت بتقولها، انت كنت عارف اول مباراه امتى، اخر مباراه امتى، ومش السنه دي بس، ده انت عارف سنتين ثلاثه قدام. طبعا انا بقول لك انا 10 سنين في السعوديه، ف انا بتكلم اول سنه ليا كانت تقريبا 2011. انت النظام ده من 2000 يعني مش حاجه جديده. انت من اول ما بدات اشتغل هناك وانا النظام ده مستمر. مش يعني مش حاجه بقت وليده الصدفه كده، لا، الناس منظمه من زمان. انا طبعا كنت مستغرب في الاول، انا كنت فاكر ان انا مش هلاقي ملاعب وهلاقي الدنيا مش منظمه. لا، انا من اول سنه وانا بشتغل هناك وانا شايف في نظام كبير جدا جدا جدا، ملاعب على اعلى مستوى. الصوره دي كانت فين يا كابتن سامر؟ هو ده دي السنه الاولى مع نادي الجيل. وده الاستاذ احمد الغنيم رئيس نادي الجيل. وده كنا بنلعب النصر، مباراه وديه مع فريق النصر السعودي، الفريق الكبير يعني. ودي كانت يوم مباراه النصر يعني. خلال فتره توقف كان الدوري واقف وبنلعب النصر مباراه وديه يعني. برضو من ضمن المحطات المهمه، برضو من حوالي 3 4 سنين دخلت قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كان ليك بصمه وقتها مهمه جدا، و مسكت فريق تحت 14 سنه، وكان عندك لعيبه مميزه جدا، وقدرت وقتها يعني تعمل جيل رائع من لاعبين النادي الاهلي. اللعيبه دول دلوقتي هم مواليد، اللي موجودين في النادي مواليد 2001. ايوه. فعلا عملنا فريق مميز جدا جدا، كان الناس بييجوا يتفرجوا على الفريق من هم، لان كان اول سنه امسكهم وعلى طول جه ان هم يلعبوا دوري الجمهوريه. فطبعا عملنا فريق مميز جدا، رغم ان احنا خسرنا بطوله في فارق هدف اعتباري قدام نادي انبي. لكن عملنا مباراه مميزه جدا جدا جدا، كنا الاول طول الموسم، خلاف ان احنا كنا الاول، احنا عملنا شكل وشخصيه، عملنا فريق منظم جدا وشخصيه لعيبه. دلوقتي اقدر اشوف ان هم 5 6 منهم يقدروا يمثلوا الفريق الاول، يعني احمد سيد غريب، علي عمرو، جلال، كريم، يعني مجموعه كويسه جدا جدا موجودين دلوقتي، هم اللي بيمثلوا فريق 2001 رغم ان هم مواليد 2002 يعني. عايز اتكلم برضو عن 2006 بقى. دلوقتي انت موجود مع 2006، بدات فتره العقد طبعا. بدانا من 3 اسابيع. كنت طبعا قعدت مع مستر بروكيتش من قبل ما اتولى المسؤوليه يعني. وهو قابلني بمقابله كويسه جدا، وشرح لي الوضع وقال لي انا عارف ان انت بتمسك فرقه كبيره، لكن انا شايف الفريق ده مميز جدا جدا واتمنى انك تكون معانا. وشرح لي
الخطه والفكر بتاعه. وطبعا انا شايف ان دي حاجه مميزه جدا جدا ان يبقى عندك مدير فني خبير من يوروب يعني من اوروبا يعني يقدر بيحط لك برضو الاستراتيجيه وشغل انك تمشي عليه. فطبعا ده فارق جدا جدا ان انا اشوف حتى الشكل مختلف، السيستم مختلف، سيستم واحد. فاشوف هو مقسم فتره لثلاث مراحل. يعني في متابعه معاك وتواصل مع المدير الفني الاجنبي؟ طبعا طبعا موجود في التمرين كل يوم، احنا بنتمرن الساعه 6 والساعه 8. كنت بقول في الانترو الساعه، وفي ناس بتتمرن 5 ونص. لا 5 ونص التجمع. التجمع. التجمع 5 ونص. يعني الناس تتحرك بتبقى الساعه 4 الصبح. لا في ناس بيجوا من المحافظات بيمشوا من الساعه 1 1 يعني. عشان تكون موجود في النادي 5 ونص. عشان تكون موجود. بنتمرن 5 ونص، التجمع 5 ونص، وفي تجمع ثاني 7 ونص. تمارين 6 و 8 طبعا عشان الحر لكن لو رحلت شويه طبعا هيأثر على اللعيبه في الجو الحر ده. طبعا فشوف في نظام والدنيا ماشيه بصوره مميزه جدا جدا. اعتقد السنه دي ان شاء الله هتفرق جدا جدا في يبقى عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي تقدر تتطور في جميع الفرق. يكونوا ان شاء الله نوال الفريق الاول في السنين اللي جايه ان شاء الله. جالكوا حاجه بخصوص المسابقه ان شاء الله السنه الجايه؟ بخصوص المسابقه تبتدي امتى؟ جالكوا تلعبوا جمهوريه ولا منطقه؟ جالكوا اي تفاصيل خالص ولا لسه الامور ما يعني مش واضحه؟ هو معروفه بصوره غير رسميه كده ان الفرق اللي هتلعب جمهوريه معروفين، لكن مواعيد البدايه حتى مواعيد القيد مواعيد لسه لا برضو فتره اولى فتره ثانيه القيد ما فيش اي حاجه خالص طبعا. مفيش اي معلومات خالص. فانت بتشتغل عادي بقى لغايه ما بيبدا يجي لك حاجه تبدا تشتغل بقى. فانت بتقسم، هو مقسم لثلاث مراحل، مرحله الاعداد البدني، وبعدين تخش على الخططي والمهاري، وبعدين مرحله الماتشات الوديه. بيتخلى بقى احنا عندنا معسكر ان شاء الله لكل الفرق، كل الفرق اسبوعين معسكر. فانت بتشتغل ولغايه ما يجي لك حاجه. طبعا انت بتحاول تشتغل على ضوء، بتحاول ان انت تنظم المساله شويه، طبعا بتبقى صعبه لغايه ما ان شاء الله المفروض خلال الاسبوعين ثلاثه يجي لنا حاجه نقدر بعد كده نشتغل بقى بمواعيد يعني. وكابتن سامر، هو انت اشتغلت قبل كده في النادي الاهلي واكيد ليك خبرات كبيره، واشتغلت بره مصر في السعوديه مع الفرق الكبيره في قطاعات الناشئين. ايه الصعوبات اللي انت شايفها هنا بتواجهك انت كمدرب يعني وانت ماسك المراحل السنيه الصغيره في المسابقات؟ هل التزوير، الملاعب، التسنين، كل الكلام ده يعني المشاكل دي عايزين نتكلم فيها برضه، عشان النهارده عشان تقدر تطور لازم تبدا تشتغل او تحط يعني حلول للمشاكل دي. كل اللي انت قلته مع بعض يا كابتن اسامه، ملاعب، مواعيد، المسابقات، التسنين. التسنين بالذات في المراحل العمريه الصغيره بيفرق جدا. لان 2016 انا بتكلم كام سنه؟ 15 سنه؟ 2006 2006 قصدي 2006 15 سنه. طبعا 15 وال 14 وال 13 طبعا التسنين بيفرق. طبعا التسنين بيفرق جدا. بعد كده خلاص ما بيفرقش. لكن في المرحله العمريه الصغيره دي بيفرق جدا التسنين. بس انا اشوف ان هي بدات تبقى مقننه شويه، العمليه ما بقتش زي الاول يعني كويس. يعني وانا من اربع سنين لما كنت موجود كانت صعبه شويه، كانت باينه قوي. دلوقتي قلت شويه بقوا قدروا يسيطروا على الموضوع، لان بيروح يجيبوا كل حاجه من جذورها بقى زي ما بيقولوا يعني. اللعيب اللي بيجي يجيب ورق اسهل شويه. بقت اسهل، بتقدر تعرف دلوقتي المسنن والمزور والحاجات دي تقدر تجيبها بسهوله. طب والملاعب؟ الملاعب طبعا صعبه جدا. لكن النهارده انت كمان اللعيب الموهبه وانت كمدرب يعني بتحفظ الولاد طول الشهر وطول الاسبوع، ما بتقدرش تشتغل على نفس الملعب، كفاءه الملعب اللي انت بتمرن عليه. ثاني حاجه لا قدر الله الاصابات من الملاعب برضو في سن صغير. الملاعب برضو يعني احكي لنا عن المعاناه اللي بتشوفها برضو في الدوري من الملاعب. اتكلم، احنا عندنا في النادي الاهلي في سيستم لعب لكل الفرق، سيستم واحد. كان السيستم ده كان جالنا وعرض السيستم ده وطرق اللعب وخطه اللعب والنظام اللي ماشي في كل الفرق. ده كان استعرضه معانا قبل كده. السيستم ده اهم حاجه فيه الاستحواذ واللعب على الارض وتغيير المراكز والتحركات من غير كره. ده محتاج ملاعب، تبقى ملاعب كويسه. ده لو ما فيش ملاعب كويسه مش هتقدر، ده ابسط حاجه يعني. مش هتقدر تنفذ يعني ب 100% طرق اللعب دي اللي انت بتشتغل عليها ولا اسلوب اللعب. فطبعا ملاعب لازم يبقى فيه اهتمام بالملاعب اكبر من كده. انت بتلعب على ملاعب سيئه جدا جدا جدا. انت بتحفظ وبتشتغل وتيجي في المباراه تلاقي حاجه ثانيه. ناشئين وبراعم وشباب، ده اهم حاجه. اول حاجه الملعب طبعا، الادوات والملعب، الكوره.
فطبعا انت ما الملاعب وجودتها طبعا ما بتساعدش خالص ان انت تقدر تخرج ناشئ يعني يقدر يخدم منتخب مصر او يخدم حتى الفريق الاول غير بصعوبه جدا يعني. وانا بتفق معاك ان الملاعب من الحاجات المهمه جدا، واحنا عندنا الحمد لله بدل ملعب 2 و3 و4 في قطاع الناشئين على اعلى مستوى. نروح نشوف التقرير ده مع بعض مع لاعبي فريق 2006، بعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في حواري مع ضيفي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2006. طبعا ثقة كبيرة، بشكر في مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب، بشكر لجنة التخطيط، بشكر كابتن خالد ديبو ومستر مايكل، الحمد لله رب العالمين، ثقة كبيرة، ربنا يكرمنا وإن شاء الله يكون قد الثقة دي، نقدر نعمل حاجة للنادي الأهلي، نقدر نطلع جيل كويس يمثل النادي الأهلي، يكون جدير بتمثيل النادي الأهلي. شرف ليا طبعا وجود ضمن قطاع الناشئين، شرف ليا اللي أنا أقدر أعمل حاجة للنادي الأهلي، شرف ليا اللي أنا أرد الجميل للنادي الأهلي. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه السنه دي كويسه باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سامر، طمنا بقى على المواهب الموجوده عندك في فريق 2006، ولينا بقى الاسماء الموجوده المميزه ان شاء الله اللي ممكن بعد سنه سنتين كده نشوفها ان شاء الله مع الفريق الاول. طبعا بقى لنا 3 اسابيع مع الفريق. اخدت تقرير وخدت فكره عن الفريق من كابتن سيد غريب اللي كان ماسكهم وكابتن اسامه زكي. في لعيبه مميزه جدا جدا من خلال الفتره القصيره اللي احنا اشتغلناها يعني. استيعاب بدرجه كويسه، اللي عندهم حماس ان هم يعملوا حاجه كويسه. لعيبه مميزه كتير موجودين في الفرقه، من ابتداء من حراسه المرمى، في عمر، في فتحي، في جريشة، في محمد، في الرايت باك بقى عندك 2 برضو مميزين جدا، طارق وعبد الله. في الشمال في امير وفارس، مجموعه بقى سنتر باكس كتير، مجموعه مميزه، مازن وعلي، يعني مجموعه كبيره، وحسام، ويعني مجموعه تقدر تقول ان الفرقه فيها عناصر مميزه جدا. في وسط الملعب في بقى في هشام، في زكريا، في الجندي. المجموعة اللي قدام بقى في عندك معوض في الونجات، في معوض وفي ممادو، وفي مهاجمين مميزين برضو زي يوسف وعبد الرحمن. فالفريق ان شاء الله تقدر تتخرج منه يعني عناصر مميزة جدا في خلال السنتين. ما انا نسيت اكيد حد طبعا. مش تدخل التدريب بكره، السنتين 3 اللي جايين ان شاء الله يكون في عناصر تقدر تخدم الفريق الاول باذن الله. جهازك الفني بقى مين؟ قول لنا مين معاك؟ احنا شفنا الكابتن احمد رؤوف في التقارير اللي فات. الحمد لله برضو ان الجهاز الفني على اعلى مستوى اخلاقيا وفنيا. معايا الكابتن احمد رؤوف مدرب عام. معايا الكابتن فتوح مدرب حراس مرمى، الكابتن عمار مدير اداري، الكابتن فجر الاسلام معد بدني. يعني الحمد لله ان معانا الجهاز على اعلى مستوى الحمد لله. تمام، هرجعك لصوره بقى فيها ذكريات حلوه، صوره وقت ما كنت بتلعب في المحله، واحنا كمان بنتكلم على المحله النهارده. شايفين اللي تحت على الشمال ده ابو شعر ده اللي بنقول له كل سنه وانت طيبين النهارده، الكابتن وائل جمعه الصخره، النهارده عيد ميلاده بنقول له كل سنه وانت طيب. دي صوره وائل جمعه لما كان بشعر، كنت موجود معاه يا كابتن سامر، انت اللي تحت على اليمين. قول لنا بقى ابرز النجوم اللي موجودين في الصوره دي. من فوق على اليمين ده كابتن محمد سعد، برضه من اولاد النادي، وجي لنا في الاهلي واشتغل في القطاع عندنا السنتين اللي فاتوا. بعديه في كابتن صبر سليم وكابتن مدحت عبد العزيز الله يرحمه، الحكم المميز جدا. الله يرحمه. في ايمن مشالي تحت، في الحارس المرمى حسام عثمان، وطبعا كابتن وائل جمعه. وانت على اليمين وكابتن وائل جمعه على الشمال. الفريق ده كان فيه عناصر مميزه جدا جدا. عبد اللطيف الدوماني ووائل العباسي وعادل ابراهيم ومحمد جنيدي ومحمود السقا وعبد العظيم الشوره وخالد عيد. يعني كان فريق مميز جدا. جدا جدا جدا. خلي بالك واحنا بنتكلم دلوقتي يعني الجيل العظيم بتاع غزل المحله، غزل المحله بيخطو خطى الاهلي، النهارده بيستقدم مدربين اجانب من بولندا علشان يحط قطاع الناشئين ونشوف المحله في العصر الذهبي. فدلوقتي بداوا ياخدوا خطى النادي، شايف الخطوه دي ازاي؟
خاصه وحضرتك بتتكلم عن بروكيتش قلت لي خطوه من الخطوات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. المحل دلوقتي بيمشي برده بنفس الخطوه دي. فلو انت بتجيب حد مميز يعني حد عشان فعلا يطور فبتختار حد مميز طبعا هيفيدك جدا 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 لانه بيحط سياسه وبيحط سيستم النادي كله بيمشي عليه فبتحس في لا في بيبقى في نظام. لكن لو المجرد ان انت بيبقى عندك حد بس من بره او حد اجنبي فجايب كايمج كده لا مش هتفيد قوي. فلو انت شفت مجموعه سيفيات قويه واخترت حد عشان يعمل فعلا تطوير طبعا خطوه كويسه جدا جدا جدا. استفدت من بروكش الفتره القصيره دي؟ من اول يعني من اول يوم لما قعدت معاه قبل ما اتولى المسؤوليه يعني وانا حسيت ان في نظام في سيستم كويس. عنده فكر بيحاول يطبق حاجات معينه هو بيشتغل كتير على طول موجود في كل التمارين فاعتقد ان هو اضافه كبيره للنادي الاهلي طبعا. تمام. تابعت المنتخب الاولمبي في الاولمبياد؟ تابعت كل الماتشات طبعا. طب قول لنا رايك ايه شايف ازاي الماتشات ادائنا اداء لعيبه المنتخب الاولمبي خاصه الناس كان عندها طموح والطموح كبير جدا ان احنا ممكن نحقق ميداليه في الاولمبياد دي. انا اشوف طبعا ان انت لو يعني كمدرب الفروق الفرديه ما بقتش عاليه قوي خلاص ما بقتش زي زمان يعني. فاعتقد ان انت لو عندك شخصيه وسيستم لعب وطريقه اداء وتقدر تطبق وتشتغل من غير الخوف اعتقد الشكل كان هيبقى احسن من كده بكتير جدا جدا خصوصا المنتخب مليان عناصر يعني عناصر مميزه جدا 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 كانوا يقدروا يخلوا الشكل احسن من كده بكتير. هتلعب كره هجوميه من غير خوف بتوازن كنت هتقدر تحقق شكل ونتائج احسن من كده بكتير يعني. شفت الارجنتين البرازيل هي اسماء كبيره لكن لما شفنا الاداء مش هي دي الارجنتين المخيفه او البرازيل المخيفه كان ممكن نحقق نتائج افضل من كده امام الارجنتين والبرازيل خاصه واحنا بنتكلم ان دول يعني من اكبر الاسماء في كره القدم زي ما اقول حتى لو هي موجود الاسماء المخيفه الفروق الفرديه في الكوره خلاص خصوصا مع طرق اللعب الحديثه والتكتيك والشغل والتحفيز والنظام بتقدر ان الفروق دي يعني لو الفروق عاليه قوي باللي انا بقوله بالطرق اللعب والسيستم كل ده والشغل الخططي كل ده بيقل انا حتى كان شخصيا لما بمسك في يعني فرق انا النصر والهلال مثلا في السعوديه فرق مميزه جدا زينا هنا زي الاهلي في مصر يعني فرق مميزه جدا عندهم الشباب والناشئين والقطاع والبراعم فرق قويه جدا جدا لما بمسك اي فريق هناك في السعوديه وباجي العب ضدهم ما بلعبش بالتحفظ ده او بلعب عادي جدا تقدر ما تقدرش تشوف خلال المباريات ان في فروق جامده جدا بنتعادل ممكن نكسب نتغلب فرق يعني بس بيبقى الشكل ما بيبقاش زي الافضل بكتير خالص انت تقدر خلاص بقول لك بطرق اللعب وبالتكتيك وبالسيستم لعب معين بتقدر ان انت كل الفروق دي بتتلاشى يعني. فكنت اتمنى ان الشكل كان يبقى احسن من كده بكتير ما يبقاش فيه التحفظ المبالغ فيه قوي ده يعني. هو اللي اتاخد شويه على يعني كابتن شوقي انك ممكن تخسر من البرازيل، خلي بالك احنا لو قابلنا البرازيل 10 مرات يعني ممكن 9 مرات تخسر، لكن تخسر بشكل كويس باداء افضل بقوه بنديه بتروح للمرمى، حته التحفظ حتى بعد الخساره وانت خسران هي دي اللي اتاخدت شويه على الجهاز الفني، يعني خسران لازم يبقى عندي مغامره. الشوط الثاني لازم اشيل واحد من الديفنس من الدفاع احط واحد في نص الملعب ازود في النواحي الهجوميه وخلي بالك هي واحد زي اثنين ما هو ده دور اقصائي اللي هيخسر هيخرج فانت عندك واحد زي اثنين اشوف ان كان في تركيز جامد جدا جدا على طرق اللعب الدفاعيه وان انا اضيق المساحات ازاي واقفل ازاي لما جيت تطور بقى وعايز تعمل شغل هجومي بعد ما بتتاخر في النتيجه في كل الماتشات ما قدرتش تشوف الفرق لان انا اللي شفته ان ما كانش فيه مفيش جمل مفيش تحركات جماعيه مفيش زياده عدديه حتى وانت بتهاجم تحس ان انت بتهاجم بعدد قليل وحتى وانت بتهاجم برضو في تحفظ يعني حتى وانت عايز تكسب او تتعادل برضو قليل ما عندكش زياده عدديه تقدر تكسبك المباراه تحس ان مفيش طريقه ما بقاش فيه طريقه خلاص انك تهاجم ازاي او ترجع في المباراه ازاي فحتى لو انت عايز تلعب بشكل فيه تحفظ شويه او فيه اداء دفاعي او فيه تضييق مساحات المفروض يبقى عندك بقى البلان بي بقى بعد ما تتاخر في النتيجه او عايز تكسب خصوصا
مباراه استراليا انت عايز تكسب، وبرده ما كانش فيها الشكل قوي اللي انت ما عندكش النتيجه غير الفوز، يعني لازم تفوز. برده ما شفتش برده شكل هجومي بمنظم، كان في برده عشوائيه شويه في الاداء، بتعتمد على المهارات الفرديه للاعبين الموجودين اللي هي مهارات فرديه عاليه جدا جدا، كنت تقدر تعمل احسن من كده بكتير بكتير جدا. يعني هاخد من كلمتك اخيرا في كلمه مهمه قلتها، انت بتقول لي الشخصيه، ودي دايما ما اهم ما يميز لاعب النادي الاهلي. ازاي كابتن سامر عبد الرحمن وانت في مراحل سنيه صغيره في قطاع الناشئين، ازاي بتزرع شخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل، شخصيه المكسب في اللاعب الصغير بتاعك؟ فعلا بدانا في الكلام ده، احنا عملنا محاضرتين ثلاثه. اول حاجه بقولها انت في النادي الاهلي انت لازم يبقى عندك شخصيه النادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، افكار النادي الاهلي، يبقى انت عارف انت كل مباراتك نازل على الفوز. فكره ان انت بيبقى في تحافظ او في اداء دفاعي في جميع الاحوال انت نازل خلاص. مش عندنا بس، في كل الفرق انت شخصيه النادي الاهلي الناشئ مجرد ما بيدخل النادي الاهلي ده خلاص بيتحول عقليه وكل حاجه، انت بتحوله لحد مختلف خالص عن قبل ما يدخل النادي الاهلي. يعني ده طبعا بيتحقق كمان في الماتشات والكواليس اللي بتحصل في الماتشات وادارتك الماتشات كمان مع اللعيب. طبعا شرفتنا ونورتنا يا كابتن سامر، وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه. شكرا جدا يا كابتن اسامه، وسعيد ان انا كنت موجود معاك. بشكر ضيف النهارده اللي كان مشرفني ومنورني كابتن سامر عبد الرحمن، من المدربين المميزين جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه. اخيرا النادي الاهلي عنده 8 ماتشات مهمين جدا ان شاء الله، هتبتدي من بكره من مباراه وادي دجله، بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا وللجهاز الفني. ولكن النهارده يعني ليا رجاء عند لجنه الحكام برئاسه الكابتن وجيه احمد، النهارده 8 ماتشات لا يتحملوا الاخطاء، لا يتحملوا الاخطاء من الحكام، علشان كده بناشي لجنه الحكام مباريات النادي الاهلي حكم الساحه وحكم الفار لازم يكون حكم دولي منع للاخطاء. شفنا الفتره اللي فاتت كان في اخطاء لكن النادي الاهلي بيكسب. الفتره القادمه فتره مهمه، فتره صعبه، فتره لا تحتمل الاخطاء، علشان كده يتوجب على لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم تعيين حكام دوليين، حكم ساحه وحكم فار. كل التوفيق للنادي الاهلي وجهازه الفني. بكده وصلنا نهايه حلقتنا، اشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.